لا يوجد احن والطف من الصباح على ارواحكم الجميله صباح النقاء بعد عتمه الليل وصباح الامل بان القادم اجمل صباح السعاده حيث لا يشبه انفاس هذا الصباح سوى القلوب الطيبه الراقيه في هذا الصباح ادعو الله ان يجعل صباحي وصباحكم خيرا ونعمه ويزيل همومنا فصباح الحب لقلوبكم الجميله الامل دائما يبدا بخطوه صباح الخير صباحكم بشرة جميله تلف الافاق فرحا وروحا متفائله بما عند الله ونفسا طيبه فرحه بذكر الله يا رب ادم علينا عافيتك وتوفيقك تمسكوا دائما بالامل لان الامل هو من الاشياء الجميله خلال هذا الصباح الاجمل بوجودكم انتم. اسعد الله بالخير صباحكم بكل الجمال والحب والسلام صباح الخير لكل الساده المشاهدين يتابعون الان برنامج هذا البرنامج الصباحي صباح اليمن اليوم المطل عليكم دائما عبر قناتكم قناة اليمن اليوم. السادة المشاهدين اليوم موضوع مهم ورئيسي خلال هذا البرنامج دور الاباء لتنشئه اطفال اذكياء، ايضا لدي العديد من الفقرات المتنوعه والمتجدده التي نحاول من خلالها ارضاء اذواقكم لمتابعه كل ما هو جديد ومتجدد خلال فقرات البرنامج. اعزائي الذك. الذكاء طبعا من الصفات الموروثه لكن دور الاباء كبير في المساهمه في تطوير هذا الذكاء وتنميته لكي يقود الطفل الى النجاح سواء في المدرسه او الحياه ككل. في الوقت الحالي طبعا يمكن اجراء اختبار الذكاء للاطفال وهم باعمار مبكره بهدف قياس نسبه الذكاء اضافه الى وجود علامات في سلوك الابناء تدل على تمتعهم بالذكاء. حاله ترقب الاباء لها وتفهمه لدلالتها. ذكاء الطفل وظهور بذور عبقرية تعد من الفوارق الشخصية بين كل طفل وطفل آخر تميزه طبعا عن أقرانه في العمر وتزيد من قدرته على اكتساب مهارات جديدة بالإضافة إلى سرعة التعلم رغبته في التعرف على المحيط الخارجي هنا يأتي دور الأهل وأهمية تفهم حركات الطفل الغير المعتادة التي تشير في النهاية إلى عبقرية طفلهم في المستقبل وعن ايضا علامات الذكاء الطفل الرضيع الطفل طبعا هو يعني يظهر بعض الاطفال ذكاء خارقا يتميز ايضا عن الاخرين الطفل الذكي دائما او الاطفال الاذكياء هم السريعين الاستيعاب ينهون فروضهم الدراسيه بسرعه قد يسبب هذا الذكاء الخارق ايضا مشكلات مدرسيه اكاديميه ايضا ذلك لان سرعه الاستيعاب والفهم تؤدي أحيانا إلى أن هذا الطفل السابق لأقرناه قد يشعر بالملل في الصف خصوصا أن المعلمة تشرح للتلاميذ الذين يتفاوتون في مستويات ذكائهم عليها أيضا الإعادة أو التمهل في الشرح ليستوعب الجميع في الصف وبالتالي عندما يصل التلميذ الخارق الذكاء إلى مرحلة عليها التركيز فيها يكون قد يعني تشكلت لديه آه ثغرات ايضا تعليميه، السبب انه فقد بعض التركيز اثناء شرح المعلمه لفكره مهمه او حتى مفهوما جديدا، في النهايه هو تلميذ صغير. اتشرف ان تكون معي في الاستوديو الدكتوره ناهد شوقي استشاري الصحه النفسيه، دكتوره ناهد صباح الخير. صباح النور. اتمنى ان يكون صباحك جميلا وانت معنا خلال أكيد هذا البث المباشر وخلال هذا البرنامج هي الفكره جميله عن دور الاباء لتنشئه الطفل اذكياء دكتوره ناهد هو من الطبيعي ان كل اب يحب ان يرى اطفاله عباقره يحب ان يشاهد اطفاله اذكياء لكن للاسف يعني تختلف معدلات الذكاء من طفل اخر لا ادري هل هي الفطره هل هي التنشئه هل هي البيئه المحيطه بهذا الطفل. هي طبعي. عده عوامل يعني بتؤثر على ذكاء الطفل، اول حاجه احنا بنقول في عامل وراثي لان يعني الطفل بيورث من الاباء والامهات درجه الذكاء. الحاجه الثانيه ان الامه اثناء فتره الحمل نوعيه بعض الغذاء بتساعد على تكوين الجسم بتاع الطفل وتكوين الغدد الموجوده عند الطفل وبالتالي الاشياء بتاعت الذكاء يعني. فبالتالي فترة الحمل فترة مهمة جدا أمهات كتير بتغفل هذه الفترة وما بتتغذاش كويس وده بيأثر على حاجتين عند الطفل درجة ذكائه وانفعالاته بيطلع الطفل أكثر انفعالا وأقل ذكاء نتيجة غذاء الأم بعد كده الولادة طريقة الولادة بتاعت الأم لما بيكون عندنا في أمهات بيبقى عندها ولادة متعسرة بيأثر على بعض الأطفال في درجه الذكاء بتاعهم لان بينقص اكسجين اثناء الولاده فبالتالي بيأثر على خلايا الدماغ عند الطفل فدول عاملين او الثلاث عوامل بالظبط اللي هو الوراثه والغذاء بتاع الام وطريقه الولاده. الحاجه اللي بعد كده تنشئه الطفل لان احنا لما بنتولد واحنا اطفال كل واحد مننا بيطلع عنده نمط شخصيه وبتظهر من البدايه يعني بنلاقي الطفل ده عصبي شويه ده عنيد شويه ده ذكي شويه ولماح ده حركته أسرع من ده الطفل منطوي منعزل بالظبط ده انطوائي فبيبان الأسرة بقى هي اللي بتحاول تشجع الطفل على الخروج من هذا النمط أو تأكيد هذا النمط وبالتالي ممكن تحد من ذكاء بعض الأطفال طيب يا دكتورة ناهد يعني لو فرضنا متى ممكن يشعر الأب بأنه طفله هذا ذكي مم. هل في مثلا الست شهور الأولى مم. عمر سنة مؤشرات أو دلائل تبرز بأن هذا الطفل ذكي جداً عبقري جداً يستوعب بشكل سريع أول ست شهور بتبين التكامل الحسي بتاع الطفل عشان كده لما الأم بتولد الطفل المفروض يحصل فيه كشف طبي على الطفل علشان نشوف الحواس عنده شغالة يعني السمع الإبصار التذوق أه الأشياء دي كلها لازم يكون فيه كشف طبي خلال أول ست شهور في حياة الطفل بيبان الحركة بتاعة الطفل بينتبه للأصوات لما بنعمل كده بينتبه لو حد اتكلم حواليه بيقدر يميز ويخاف من أشخاص ويحب أشخاص فبالتالي بتبان إن الطفل ده عنده درجة من درجاته الذكاء. بعد كده الحركه بتاعة الطفل يعني مدى حركته هل الطفل بيعرف يتحرك؟ بيعرف يمشي؟ بيتقبل اكل معين؟ بيرفض اكل معين؟ بيتعصب جدا وبيصرخ وبيصوت باستمرار فبتبان علامات الذكاء او عدم الذكاء في اول سنه من عمر الطفل. احنا بعد كده اللي بناكد على ده يعني لما بيكون الطفل الذكي عايز يتعرف على كل شيء اسئلته كثيره جدا متطلع بيعمل حاجات صراحه في البيت صعبه لان ممكن تؤجل تخريب بعض الاشياء في المنزل، هو مش قصده يخرب هو عنده حب استطلاع وتعرف لان اول ثلاث سنوات في عمر الطفل هي سنوات المعرفه ووضع الافكار، فبالتالي انا عايز اعرف كل شيء بيدور حواليا، عشان كده بنقلد الكبار في طريقه الكلام في طريقه المشي، بتيجي بعض الاسر بترفض هذا الاسلوب عند الطفل وبتحس انه طفل مش متربي كويس وبتبدا في عقابه فبتحد من الانشطه بتاعته. فبالتالي احنا وقفنا اول درجه من درجات الذكاء اللي هي المعرفه والوعي والادراك عند الطفل طيب يا دكتوره ما اهميه وجود العاب في حياه الطفل في سن يعني مبكره هناك الكثير من الالعاب العاب الخاصه بالاطفال الاولاد او 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 بالبنات هل هذه الالعاب او العاب الذكاء تساعد على تنميه قدرات الطفل الذهنيه العقليه كل الالعاب اليدويه بتحاول تساعد بيها الطفل ينشط الذكاء بتاعه احنا وارثين ذكاء بس لازم يفعل ولازم يطور وفق المرحله العمريه يا اللي هنثبت عند المراحل الاولى من حياتنا وهيبقى ذكائنا قليل ولما بنيجي نعمل كشف في كشف للذكاء على فكره في مقاييس اسمها مقياس الذكاء في مقياس بنيل الذكاء وفي مقياس اسمه ويكسلر وده بيبدا يعملهم من سن سنتين ونص لغايه سن 70 80 سنه ممكن نعمله يعني اه ممكن في اي مرحله عمريه بنعمله فالالعاب اليدويه بتنشط عده اشياء عند الانسان او عند الطفل يعني اول حاجه الحواس بتاعته البصر بتاعه هيبدا يركز الحواس اليدويه عشان كده بنقول في برنامج اسمه التكامل الحسي عند الطفل، هل البصر والتآزر العضلي والحركه والانتباه مواجبين لمرحلته العمريه ولا لا؟ فالالعاب اليدويه من الاشياء المحببه جدا في المراحل الاولى علشان الطفل ينمو نمو طبيعي من ناحيه الذكاء ومن ناحيه الحركه، لكن اللي بنلاحظه في الجيل الحالي يعني ان الام بتستسهل وبتجيب الايباد او اللابتوب وتترك الطفل، فبالتالي هي بتحد من درجه ذكائه لانه هيصبح مستقبل بس. و... مش مش نشيط مش متفاعل. ومش مش متحرك مش متحرك يعني على ما بيشغلش أي... ازاي على أيامنا يا دكتوره يعني كان الاولاد او كنا نهوى المسدسات والحاجات آه اللي, في... اللي فيها حرب وفيها آه. والاطفال بتحب العروسه و... تمام. وتحس انها بنتها تعيش دور الام والرعايه و... وادوات المطبخ صح في... وادوات الميك اب يعني بنطلع الانثى انثى وبنطلع الذكر ذكر لكن للاسف دلوقتي الاناث والذكور بقوا شبه بعض لان احنا بنحطهم قدام شاشه بيستوعبوا بس شويه ألوان. الوان وحركه وبتعمل عندهم دافع يدف... عدواني شديد هذي جدا هذه فعلا هذه نقطه مهمه يعني الاطفال ايام زمان فعلا كانت العب فيها حركه أه فيه نشاط. بتحرك يعني جميع اجزاء جسمك آه. سواء كانت رياضيه مم. سواء كانت مهارات يدويه فعلا كان في حركه كان في مم. نشاط كان الطفل يعني بيتحرك البنت ايضا بتتحرك بتاخد ادوات المطبخ الصغير او العروسه يعني فعلا الان اصبح يا دكتوره في خمول للاسف الشديد للاسف الاب والام مساهمين إلى بنسبة كبيرة فعلا واصبح الاطفال يا دكتوره خاملين وعدوانيين واصبح ايضا الالعاب الخطيره اللي يعني غزت مجتمعاتنا العربيه ادت ايضا للاسف الشديد الى وجود حالات عنف وعدوان وقطلي. يعني في يعني في تحدي بالالعاب يعني في العاب اللي هي تقول للولاد اعمل كاتنج قطع نفسك روح علق نفسك في حبله عشان يوصل عندك الادرينالين اللي يعلى عندك وتحس باكسايتنج كده جواك فبالتالي كل الحاجات دي مدمره فعلا الاطفال احنا عايزين نرجع تاني نخلي الالعاب اليدويه يعني كان زمان في لعبه اسمها الميكانو اللي هي فك وتركيب اجزاء ويعمل بيت ويعمل سياره واشياء بتخلي العقل شغال وبيفكر انا معرفتش اعمل السياره بالطريقه دي هفكها والعبها تاني لغايه ما بوصل فبتدي تحدي وبتدي صبر وبتنشط خلايا الدماغ وبتخلي في حركه يدويه وحركه ذهنيه فكانت الناس زمان نشيطه وبتذاكر و... وفي كمان يا دكتوره فك وتركيب الالعاب يعني كنا نمسك السياره و... وكنه انا بقود السياره وهي صغيره أصبحت. يعني ايضا القطارات يعني آه. كان في العاب جميله فعلا بتنشط الحواس للاسف الان المحلات هذه مصابه بالفساد يعني والالعاب دي فعلا اختفت وضغط التكنولوجيا بمعنى يا دكتوره ان هذه التكنولوجيا اثرت بشكل كبير في حياه اولادنا. اشعر يا دكتوره الطفل العربي مظلوم؟ والله هو مش مظلوم هو عنده فرص بس احنا اللي مش بنعرف نستغل الفرص للاسف يعني. يعني كل المجتمعات الاوروبيه في اماكن الاطفال لازم تنزل تلعب وتمارس نشاط حتى حول البيت في حدائق. احنا للاسف هنا بقينا يعني البيوت صعبة إن احنا نلاقي حديقة قريبة، الأمهات بتكسل، مش هنقول كل الأمهات لأن في أمهات بتودي أنشطة، بتودي النادي، بتودي رياضة، وده شيء طبعًا مفيد جدًا دكتورة نهد عفوًا أيضًا من الممارسات الخاطئة آه. إنه نخرج من جو البيت، نذهب مثلًا إلى النادي أو إلى رحلة أو حتى إلى مطعم لتغيير الجو، فبتشوفي الأطفال للأسف الشديد وهم على البحر ماسكين التليفون، لأسف. وهم في النادي ماسكين التليفون، آه. وهم في المطعم ماسكين التليفون آه. بمعنى إنه الحالة متكررة المفروض أنه خلاص يعني إنه المفروض طيب إن آه. آه. يكون لن... في حركة في تشويق في نبعد شوية من التليفون نظام جديد يعني احنا في البيت بنقعد قدام التلفزيون او قدام وسائل التواصل الاجتماعي وللاسف الاباء والامهات لما بيرجع الاب والام تعبانين من الشغل هو وسيله الترفيه بالنسبه له التليفون وعودنا اولادنا وهم صغيرين على ال... برضه الاجهزه الالكترونيه فبالتالي اصبح ما فيش تواصل ما بين الاسره يعني كان زمان الاسره لما الاب بيجي بيجتمعوا على طاوله العشاء او طاوله الغداء دلوقتي المواعيد بقت مختلفة الناس بتشتغل فترات طويلة أصبح الأطفال يأكلوا فوق السرير يا دكتورة لأنه بيمسك الموبايل أو الآيباد بتاعه وقاعد بيأكل أو قاعد بيعمل أنشطة حتى الواجبات دلوقتي ما احنا برضو في جزء من التقدم التكنولوجي وال... يعني أو الحاجات اللي بتحصل خارجة عن إرادتنا يا دكتورة ناهد أيضا كنا زمان بناخذ الدفتر بنغلفه آه. بنجلده بناخذ المسطرة الألوان بنسطر الصفحة يعني كان في حركه كان في ابداع كان في الذهن يعني بيشتغل انا حلون الصفحه هذه وحلون الصفحه الثانيه بلون اخر وفي حركه وبينزل الطالب الى المكتبه انا عاوز الغلاف المعين واللون الان ايضا بسبب الايباد والتليفونات اصبحت كلها تاتش وما بقاش حد بيكتب يعني انا بشوف لم يعد حد يتحرك اه بي ما بيتحركش ما بيفكرش لانه بيستقبل معلومات وبيحاول برضه يرسلها بطريقه آليه وما بقاش عنده حتى الابداع يا دكتوره حتى لم يعد تخاطب في البيت بالشكل مفيش. الصح، مفيش. يعني هو عاوز من والدته مثلا من ما ما على امي انا عاوز للأسف. ميه انا عاوز سندوتش انا عاوز اكل او الام أنا بتقول حضرنا العشاء آه. فبتبعت رساله <applause> <applause> انت جيد. عارفه كمان يا دكتوره اصبح ايضا حرمان الطفل من هذه الاجهزه الذكيه احد العقوبات يعني اكيد يعني عشان لهم تعاقب ابنه يعني يعني بتسحب منه التليفون يعني للاسف الشديد يا دكتوره يعني احنا نتمنى انه يكون في دور فاعل للاب والام من الاسره هو بيبدأ الاطفال من الأسرة يا ف... دكتوره يعني هم هم المستقبل عندما اهتم بهذا الجيل انت اهتم بهذا النشأ انا اهتم بنهضه امه اهتم يعني بنهضط. نبني البشر أوه. يجب ايضا يكون في تكاتف الاسره المدرسه المؤسسات الاعلاميه والمجتمع يجب ان ارفع من مستوى من مستوى الوعي أوه. يا دكتوره الدول الأخرى الدول الأجنبية هي تأخذ الشيء الجميل من الثورة التكنولوجية وللأسف ما يصدر لمجتمعاتنا العربية كل ما هو سيء الأفكار سيئة. السلبية للأسف لأن المجتمعات الأوروبية علموا أولادهم على البحث يعني الطفل الصغير لما بيروح الحضانة وعايزين نعرفه نشأة الزرعة والزرعة بتكون إزاي بياخدوه المكان بتاع الزرع ويشوف الزرعة بتتزرع ازاي احنا بنرسم في السبوره بالظبط احنا كله <تصفيق> <تصفيق> نظري اه فاحنا ما عندناش الانشطه حتى في المدارس وطريقه الالقاء في المدارس برضو بتخلي كل الاطفال مش مستوعبين الدرس اللي بياخدوه لان هو افهم من كلامك يا دكتوره ناهد انه نحن بحاجه الى تحديث وتحديث المناهج الطريقة الدراسيه الطريقه انا بنا بلاحظ يا دكتور انه اغلب المناهج ما زالت بالحفظ لا يعني خلاص وقف عليها الزمن بزبط. يعني المفروض انه الان نواكب الجديد نواكب م. القادم يكون يعني ثوره تربويه لازم يكون المناهج فيها معرفه وواكب أكبر. المستقبل يعني بزبط. الحياه خلاص تغيرت يعني مفهوم الحياه التقليديه يعني يعني تغير يجب انه ننظر الى المستقبل ماذا الجيل هذا ماذا اعد السنوات الـ القادمه ايضا نبتعد عن المواد اللي فيها حفظ احنا عاوزين طلاب يفهموا آه. ويشغل دماغ آه. دماغه ويشغل دماغه و... ويشتغل عصف ذهني يفكر اكثر يبدع اكثر يتحرك اكثر بالظبط عشان كده المفروض الطلاب نعلمهم فكره البحث يعني لو هناخد حاجه في اللغه العربيه وطالما احنا بنستخدم الايباد اخليه يبحث عن المعنى لكن انا بديله المعنى بيحفظه لما بنيجي في حصه العلوم او الرياضيات انا عايزاه يبحث فكره البحث بتخلي الذهن يشتغل بتخلي الطالب دؤوب ان يخش على الايباد ده ولا الموبايل بتاعه في طريقه البحث مش في طريقه اللعب لكن احنا للاسف دكتوره نهد ما التاثيرات السلبيه لصناعه المحتوى الطفل هو عباره عن متلقي أكيد. وللاسف الشديد احنا امام طوفان غير ملائم أكيد. يعني طوفان من صناعه المحتوى الذي لا يلائم مجتمعنا العربي هو فكره المحتوى الحديث او التكنولوجيا الحديثه تدمير العقول انا ببس مواد كلها يا مواد عنيفه يا مواد ما فيهاش معلومات مهمه يا بركز على اشياء في المجتمع ما بتفيدش الانسان وللاسف الناس كلها بتجري ورا السوشيال ميديا عشان تعرف الاخبار ما عندناش فكره القراءه يعني احنا بنقول ايه الفرق ما بيننا وما بين المجتمعات الاخرى ان المجتمعات الاخرى بيعلموا الطفل من الصغر عنده كتاب بيقرا فيه سواء القصه الام بتقرا له هو بيتعود على القرايه على محطة الباص قاعد معاه الكتاب فهو في القطر بيقرا جوه البيت عنده ساعة في اليوم بيقرا فبالتالي الذهن دايما شغال وعنده معلومات حديثة وبيعرف عنده محتوى يقدر يتكلم بيه لكن احنا للاسف اصبحنا متلقيين ومستوعبين بس فبيحصل عندنا ضعف في الحصيلة اللغوية عند الاطفال ما تلاقيش طفل بيعرف يعمل محتوى لغوي صحيح اللغة العربية ابتدت تتلخبط جدا التعبير يا دكتورة اصبح عندهم صفر التعبير يعني على ايامنا كنا نقرا القصص في المجلات الجميله القريبه يعني من قلوبنا كان في معلومات هل تعلم عواصم للاسف أوه. اليوم الطفل حتى لا يعرف عاصمه بلده عاصمه بلده او حتى أوه. المدن او, أشهر مينة موجودة أو حتى ان في عمله غير عمله بلده مزبوط يعني للاسف ابتعدنا عن الاشياء الاساسيه مم. للتنميه بس طيب يا دكتوره صناعه الطفل مش سهله طيب يا دكتور صناعة الطفل مش كيف آه يعني طيب الطفل المنطوي ما سبب انطواء هذا الطفل المنطوي هل هناك عامل وراثي انطواء الأب والأم ما أهمية وجود أقران حول الطفل البيت الممتلئ بالأطفال هل هو بيت صحي ملائم مم. لتعزيز آه وتقوية شخصية هذا الطفل يكون طفل ذكي مم. هو الطفل لما بيتولد بيكون عنده نسبة ذكاء الاهل ما بياخدوش بالهم من نسبه الذكاء وبيحدوا منها لان طفل بيبقى الذكي شقي وبيتحرك كتير وعايز يسال فبالتالي احنا بنعاقبه على ذكائه فبالتالي بيبدا ينسحب مننا وياخد يعمل حياه لنفسه او مجال لنفسه وممكن يتحول لطفل انطوائي فده احد الاسباب الانطوائيه السبب الثاني ان احنا في كتير مننا عنده عامل وراثي في الانطوائيه يعني الاسره كلها مش متكلمه ومش متحركه فالطفل بيصبح زيهم الحاجه اللي بعد كده ان ساعات فرق العمر ما بين الاباء والابناء بيكون كبير فبالتالي الطفل مش لاقي اللي يجذب معاه الحديث والاب كبير بالعمر ومش قادر يواكب افكار الطفل فالطفل بينزوي ويقعد لوحده الطفل اللي بيكون اخواته اكبر منه فما عندوش برضه اللي يلعب معاه فبالتالي الانطوائيه ليها اشكال كتيره جدا وبعض الاحيان الطفل بيختار الانطوائيه عشان يتوحد مع الالعاب والناس اللي خارج الاطار الاسري لانه مش لاقي تكيف مع الاسره مش لاقي انتماء للاسره كتير من الاطفال بتيجي تقول انا بحس بالغربه مع اسرتي بحس ان هم انا مش منتمي ليهم فبضطر اقعد في غرفتي لوحدي 24 ساعه، انا يمكن بطلع من الغرفه عشان اروح المدرسه او الجامعه وبرجع لغرفتي تاني. التعنيف الزائد، الصوت العالي من قبل الاب، المعايره هل هذه العوامل يعني تضعف من شخصيه الطفل الذكي؟ تعمل له اهتزاز في بناء شخصيته؟ تربك حياته كطفل ذكي؟ أو اكيد طبعا احنا بنقول التنشئه الاجتماعيه او التربيه الاسريه ليها عامل كبير جدا في تكوين الشخصيه في النجاح في الحياه فحتى في طرق حلنا للمشاكل لما بيكون الاب والام ما بينهم مشاكل كثيره الاولاد بيخافوا فبيبتدوا ينسحبوا من الاسره لما بنقارن طفل بطفل بنقول له اخوك احسن منك اختك الاصغر منك احسن منك فبالتالي عمليه المقارنه النقد اللوم التوبيخ كلها عوامل تؤثر في شخصيه الانسان وتضعفها وبالتالي الانسان ممكن ينسحب من الاسره ويبقى عنيف جدا مع الاسره ويعمل يكون صداقات ويبقى انسان ممتاز جدا خارج البيت لكن جوه الاسره بيبقى انسان يعني مهزوم وضعيف ومش حابب انه يكون معاهم. لا احد يحقق العظمه بمفرده في بعض الاحيان، يجب على الاباء النظر الى ما وراء انفسهم لتلبيه احتياجات اطفالهم من خلال ايجاد مرشد خارجي، من المهم التحدث مع الطفل، التاكد من ان الجميع على المستوى نفسه. الشخص المؤثر ليس من الضروري ان يكون اكثر خبره ومن المثير للدهشه ان الابحاث توصلت الى ان اهم المؤثرين لدى الطفل على الارجح هم اصدقاء لهم. مرحبا بكم مجددا ونعود لاستكمال حواري مع الدكتوره ناهد شوقي. دكتوره ناهد كيف يعني في البدايه نبدا مرحله الدراسه لهذا الطفل كيف ممكن انه نشجع اطفالنا على الالتحاق بالمدرسه ما هو دور الام لانه يعني عفوا في بعض الاطفال ينصدم باول يوم دراسي ومن هنا تبدا المعاناه في عدم الذهاب م. الى المدرسه ما هو دور الام ولا في تهيئه المناخ لالتحاق ابنائهم بالمدرسه اول حاجه لازم الاب والام يعملوا تهيئه نفسيه للطفل اللي هيدخل حتى الحضانه لإن إحنا كتير من الأحيان لما بنودي الطفل في قبل حتى دخول المدرسة مرحلة الحضانة، باستقبال الطفل في الحضانة عليه عامل كبير جدا من قبول الطفل للذهاب مرة أخرى أو رفض المدرسة أو الحضانة، فبالتالي المعلمين طريقة استقبالهم للطفل مهمة جدا، لأن بعض الأحيان الطفل بيبكي ودايما الطفل يعني بيشعر بالأمان وسط أسرته، فأنا هروح لمكان تاني مجهول، واي حاجة مجهولة بالنسبة للإنسان بتبقى مخيفة، فأنا رايح لناس أنا معرفهمش هقعد في مكان أنا مش عارف هيكون أمان بالنسبة لي ولا لأ، فطريقة أخذ المعلمين للأطفال أول يوم ممكن تسبب لهم ذعر بقية الأيام، فبالتالي طريقة الاستقبال مهمة جدا، التهيئة النفسية في البيت إن أنا بشجع الطفل إنك هيبقى لك أصدقاء، إحنا بنجيب يونيفورم جديد، بنجيب ألوان، بتختار الشنطة، دي مهمة جدا اختيار الشنطة والأدوات على ذوق الطفل. يعني مش الاب والام يروحوا المكتبه ويشتروا الادوات ويرجعوا الطفل هيفرح لا هو الطفل هيفرح اكتر لما هيروح المكتبه بنفسه يبقى عنده اختيارات في الوانه في شنطته في ادواته فبالتالي انا بعزز كمان ثقته بنفسه انه بيعرف يختار تاني حاجه بدخل على قلبه الفرح والسرور ثالث حاجه انا بشجعه أنه يبقى له مستقبل هيبقى له اصحاب هيمارس انشطه فعمليه التهيئه النفسيه دي طبعا دي مهمه جدا طيب دكتوره هل ينبغي على المعلمه يعني خلال الايام الاولى من الدراسه أن تهيئ الطفل بطريقه يعني مهنيه تربويه تشجع هذا الطفل على انه يحب اول يوم فصل دراسي تعمل جو من الالفه ما بين الطفل والاطفال الاخرين وما سبب وما سبب وجود طفل عدواني؟ أو. طيب اول حاجه هنتكلم على المعلمين وطريقه استقبالهم مهمه جدا انا بتمنى كل المدارس اول يوم ما يبقاش حصه دراسيه لكن يبقى يوم تعريفي ناخد الولاد اللي يدخلوا المدرسه يتفرجوا على المدرسه يعرفوا الاماكن بتاعه الانشطه بتاعتهم بنوريهم فين دورات المياه فين مكان مثلا لو بينزلوا بريك هيقعدوا فين فين اماكن الانشطه حصه الموسيقى حصه الرسم انا بوديهم الاماكن دي في اول يوم تعريفي بيعمل تهدئه للنفس عند الطفل بيحسس الطفل بالامان بيحسسه بالالفه بالمكان الجديد لما هاخد على المكان هستقبل بعد كده المواد الدراسية طب ليه أطفال بقى بتروح المدرسة وبيكون عندها الدوافع العدوانية كتير من الأحيان الطفل المدلل في البيت بيبقى عدواني لأن الطفل المدلل كل رغباته مجابة فلما هروح المدرسة في أوامل في تعليمات في صف هقف فيه في واجبات هاخدها فبالتالي الطفل بيبقى رافض كل ده لان انا اتعودت ما حدش يقول لي لا في البيت وبيلبولي كل رغباتي بمعنى انه الـ الـ الحمايه الزائده او التدليل الزائد هذا ممكن ياثر, يأثر على, شخصية على شخصيه الطفل, الطفل يطلعه عدواني انت عارفه اعتمادي عفوا يا دكتوره كمان احيانا بعض الام يعني يستمر التدليل الزائد أوكي في مرحلة مراحل العشر السنوات الأولى آه للأسف. ويستمر إلى الإعدادية آه. ويستمر إلى الثانوية والجامعة وهو زال مدلل نصبوت. يتزوج وهو زال مدلل آه. هذا أيضا بيأثر على شخصيته هيأثر على شخصيته <applause> هيأثر على تفاعله في المجتمع وهيأثر على طريقة حله للمشاكل وهيطلع شخصية اعتمادية دايما هيعتاد إن وجود أشخاص في حياته تلبي له كل احتياجاته طب بعد وجود الأب والأم مش هيلاقي حد يساعده فبيضطر يصاحب اي حد يبقى بديل للاب والام ولما هيفكر كمان يكبر ويتزوج هيدور على سيده مسيطره وتلبيله كل احتياجاته زي الام لما كانت بتعمل فبالتالي هتطلع شخصيته ضعيفه ومش هيقدر ينجح في الحياه وهتتسبب له مشاكل كثيره جدا. دكتور انا الحكايات مثلا ذكر حكايات سلبيه او مواقف آه. سلبيه من قبل الاسره امام اطفالهم، هل هذا بيؤثر بشكل سلبي آه على آه يعني شخصية الطفل آه بتأثر على ذكائه الخلافات بين الأب والأم آه حالة الطلاق هل هذه كلها عوامل مؤثرة آه. سلبية تؤثر على آه معدل نمو ذكاء الطفل؟ أكيد يعني كل عندنا إحنا مقصورات شعبية أو حكايات شعبية دايماً بنحكي عن الجن وعن العفاريت وأشياء كتير يعني من الحاجات دي بالتالي الناس من المحتوى عن الافكار دي ممكن يعيش في خياله مع صوره العفريت وما شافوش يعني ناس كثيره تقول لك انا ما اقدرش اعري رجليا من الغطا بعدين العفريت يمسكها ما هي دي من الحكايات الشعبيه اللي احنا بنقعد نحكيها للاطفال فبالتالي جزء الخرافات وجزء المخاوف اللي بتتربى عند الطفل يعني بتت... يعني بتتولد عفوا مع شخصيه هذا الطفل طبعا تاثر او عفوا انه من باب العقاب انت لو عملتش الحاجه العفريت هياكلك هيجي ح... ياكلك العفريت هيخش آه. لك من الشباك حي... مظبوط لما تقعد تبكي كتير في الشبح هيجي يغضل. فبالتالي انا بكون محتوى فكري عند الطفل كله خيالي ما هو بعد كده هيبدا بي... بيولد الخوف يولد الخوف يولد أه القلق يولد العدوان لان انا هبقى عدواني جدا عشان ادافع عن نفسي أنا خايف من العفريت فبالتالي أنا هخاف أخش الحمام، أخاف أعد لوحدي، لو الكهرباء انطفت أنا هخاف جدا، لو أنا داخل على امتحان لأنه مجهول بالنسبة لي هبقى خايف، لو هعمل علاقات جديدة أو هروح انترفيو في شغل هبقى خايف جدا فاحنا بنربي هو ربنا بيخلق في الإنسان الخوف، الخوف الطبيعي للحفاظ على النفس، لكن احنا ممكن نزود مستوى الخوف ويوصل للخوف المرضي إن الإنسان يخاف من زي ما بيقولوا من خياله لو قعد لوحده هيخاف الامتحان هيخاف الحديث مع الناس هيخليه يخاف فبالتالي ممكن يتحول لشخصيه عدوانيه او شخصيه متحشية تتجنب العلاقات الاجتماعيه في المجتمع برضو الخلافات الاسريه بتعمل جزء من الخوف العالي عند الطفل لما بيكون في صراع كده جوه الاسره الاب والام دايما في نزاع دايما في خلاف بيخوف الطفل الطفل بيحتاج عده اشياء عشان يعيش في امان اول الح... كلامك يا دكتوره انه على الضفه الاخرى يجب ان اعزز من ثقة الطفل يعني بزاته. بنفسه يجب مثلا أشجع الطفل أنه أنت كويس أنت, انت قوي، شاطر انت, شجاع، أنت قوي أنت شجاع أنت تقدر تعمل أنت تقدر تنجح أنت عندك المقدرة يعني أنا هقول حاجتين برضو السادة المشاهدين يستفيدوا بيها أن الخلافات الأسرية بتضعف أولا العلاقات الأسرية بتخلي الطفل كاره ذاته وكاره الأب والأم وتؤثر على العلاقات الاجتماعية عنده بعد كده أه المعايرة يا دكتورة أحيانا أب أنه أنت ليش ما كنت ذكي زي اخوك آه انت مش شاطر زي ابن عمك مم. انت مش 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 ذكيه زي بنت خالتك هذه آه المعايره كمان هي كمان بتعمل نفور أكيد. بين الاطفال الاقرباء يعني بيبدا يكره ابن عمه بتكره بنت والطفل يشعر بالنقص ويشعر بالدونية. يشعر ان انا اقل من الناس ده ممكن يضعف مستواي الدراسي لان بيقارنوني المفروض الاهالي تعرف ان في حاجه اسمها الفروق الفرديه كل واحد مننا ربنا اداله موهبه اداله مهاره اداله قدره ذكاء اداله تفاعل اداله شخصيه فعلى الاهالي اكتشاف شخصيه الطفل بكل جوانبها وتقبل الطفل كما هو وتفعيل النسب بقى اللي عنده لو ما عنده مهاره افعلها لو عنده ذكاء اطوره لكن للاسف احنا بنقارن الصغير بالكبير والكبير بابن عمه او ابن عمته فبالتالي المقارنه بتبقى ظالمه جدا جدا يعني الطفل لما بيجيب درجه وحشه في المدرسه اول حاجه بنعاقبه على الدرجه الوحشه دي لكن احنا مفروض نشجعه على الدرجات الاخرى طب ما هو ناجح في إش... اشياء اخرى فبالتالي انا اشجعه اللي نجح فيه وابتدي اشوف اسباب الضعف في الماده دي لكن احنا بنعمل العكس بنقعد نوبخ الطفل ونعاقبه ونحرمه من اشياء ونقول له انت فاشل انت عمرك ما هتنجح فالطفل طبعا هيشعر بالاحباط لان انا طب ما انا نجحت في ست مواد بس في ماده ضعيفة، فانتوا ما انتبهتوش لكل اللي انا نجحت فيه وانتبهتوا بس نقطه ضعفي وبتعايروني بيها فبالتالي دي بتعمل مشكله نفسيه كبيره دكتوره انا هل يعني الطفل كثير الحركه او نقول فرط حركه هل هذا دليل ان الطفل هذا شخصيته قويه معدل الذكاء عنده قوي في بعض الاحيان يعني احنا لازم نفرق لان برده عشان نعرف الطفل عنده فرط حركه وتشتت انتباه ودي احد الاضطرابات في الطفوله ولا الطفل علشان ذكي حركته كتيره ولا الطفل ملول يعني بيمل بسرعه معندوش صبر فهي انواع كتيره من الشخصيات وعلى الاباء والامهات لو احنا معرفناش نوظف السلوك بتاع الطفل ان هو الكثير الحركه نستفيد بحركته في انشطه او اللي عنده فرط حركه اللي هي بتبقى مرضيه نقدر نعالجه ونقدر نصلح فرط الحركه ده وعن طريق بيبقى في معالج اسمه المعالج السلوكي بيقدر يعمل تحديد لبعض السلوكيات عند الطفل وبيمرن الام عليها. طيب يا دكتوره في للاسف يعني بعض الامهات تخاف انها تلجا الى هذه الـ الـ العياده انه ممكن كمان تؤثر على شخصيه هذا الطفل يعني هي م. تقول ابني هو بكامل قواه العقليه وبصحه و... إذا يعني افهم من كلامك انه على ان التفرقه بين النشاط الزائد والذكاء الزائد اه اكيد م. لان هو الطفل الذكي بيبقى ملول لانه بيفهم المعلومه بسرعه بيكون عنده محتوى لغوي كويس بيكون عنده درجه وعي وادراك عالي عن الاطفال التانيين فبيتصرف زي الكبار فاحنا ممكن ما نفهمش هذا الطفل ونعاقبه ونفتكره أنه هو كثير الحركه فبالتالي هنحد من حركته وبالتالي هيتحول لطفل ضعيف الشخصيه لان انا عندي قدرات والناس بتحبطني فيها فبالتالي على الاباء والامهات اللي يعني اقول ايه زياده الوعي بنوعيه نمط شخصيه الطفل وبعض الاضطرابات السلوكيه اللي بتبقى عند الطفل وعدم المقارنه ما بين طفل واخر لان كل طفل عالم بحاله في طفل ذكي بس ذكي في حاجات معينه يعني في طفل ذكي في الالعاب الرياضيه في طفل ذكي في المواد الدراسيه في الحفظ ايضا في الحفظ طيب يا دكتوره ايهما افضل الطفل المشاغب ولا الطفل الذكي؟ <تصفيق> <تصفيق> لا طبعا الطفل الذكي لان الطفل المشاغب هيعمل مشاكل كثيره وبرضه ده هي نعتبره اضطراب سلوكي عنده المشاغب والطفل المشاغب يا دكتوره يجب انه ايضا اتعامل معه بحذر شديد يعني لانه اه مثلا في بعض الاباء او الامهات عملية قمع اه لهذا اه الطفل الضرب اه يا اه دكتوره ايضا هذا النقطه اه المهمه هل هو ظاهره صحيه؟ <applause> لانه في بعض مثلا بعض الاباء للاسف الشديد تعود انه يضرب ابنه آه. باستمرار شتمه لابنه المعايره الجارحه <applause> هذه كلها يعني بتعمل اهتزاز في شخصيه ال ال الطفل الضرب بيضعف الشخصيه وما بيصلحش السلوك احنا نقول ال الهيبه افضل لا بس يعني خليك يعني هيبه افضل يعني <applause> الاب والام ممكن يعني ندي قرارات وبادب وباحترام للطفل لان الطفل نفسيته بتتاثر فعلا بالكلام الجارح بتتاثر بالعقاب الشديد بتتاثر بالحرمان الطفل عايز يعيش في اسره يشعر بالحب ويشعر بالقبول عشان كده ساعات اقول للامهات قولي لطفلك انا بحبك كما انت لكن بعض السلوكيات اللي بتصدر منك هي الغير مقبوله علشان نميز ما بين الحب العادي والحب المشروط احنا للاسف بندي ولادنا حب مشروط وفق شروطنا احنا احنا عايزينهم يعملوا نفس اللي احنا بنعمله ياكلوا نفس الاكل اللي احنا بناكله يتصرفوا نفس تصرفاتنا لا هم شخصيات مختلفه وعلينا احنا تقبلهم يعني المفروض الاب والام هم يتقبلوا طفل مع محاوله تعديل سلوكه او تعديل افكاره لكن القمع او الضرب او العقاب هيضعف الشخصيه ويطلع طفل عنيد والطفل بعد كده هيبتدي يستخدم اساليب مضاده للاسره يعني بعض الاطفال بتبتدي تسقط في المدرسه عن عمد وبيسميها عقاب لمن يهمه الامر انت بتعاقبني على سلوكي وانا سلوكي ده طبيعي لان احنا المفروض ننزل لعقل الطفل مش نطلع الطفل لعقلنا احنا الفرق ما بيننا وما بين الطفل الخبره احنا عندنا خبره خمسة 25 30 50 سنه في الحياه فابتدينا نعرف الفرق ما بين السخن والبارد ابتدينا نعرف الادب في لقاء الناس الاحترام للاكبر مننا هو لسه ما عندوش هذه الخبره فبالتالي انا بعامله على انه فاهم زيي وعنده خبره زيي، لا انا المفروض انزل لعقل الطفل واستوعبه واتقبله وبعدين اوجهه. في الحاله دي طيب. الطفل هيكون افضل. احنا تحدثنا عن الدلال الزائد والخوف الزائد، هل ايضا الشفقه الزائده مضره بالطفل؟ يعني احيانا يكون في اب قاسي جدا أوه. وتكون الام شفوقه أو مم. شفيقة آه، يعني جدا تدمره. في احتواء هذا الطفل الشفقة الزائدة هذه آه. تعمل أيضا على اهتزاز الطفل شخصية الطفل وتعمل له اضطراب نفسي مثلا أكيد طبعا لأن الشفقة الزائدة أنا هوافق على كل الأخطاء اللي الطفل بيعملها وهبقى رافض الأسلوب بتاع الأب القاسي الحنية يعني فالحنية الزائدة والدلال الزائد بالنسبة للأم ما إحنا لازم نفرق ونقول للناس إيه الفرق ما بين التعاطف والشفقة كلمة الشفقة أنا صعبان عليا الطفل فبسيبه يعمل حاجات من ورا الأب علشان الأب قاسي لا أنا عايز أتعاطف مع الطفل أتعاطف مع الطفل يعني أفهمه هو بابا قاسي لأن بابا عايزك إنسان كويس لكن الشفقة هتخلي الطفل يحس إن بابا وحش وماما كويسة فبالتالي هتعمل مشاكل مع الطفل والاسره وبالتالي بعد فتره الطفل هيرفض الام اللي هي بتشفق عليه وهيبتدي يتهمها ان هي احد اسباب فشله في الحياه. طيب يا دكتوره الحرص يعني على مدح الطفل يعني مدحه بشكل مستمر، أوه. تشجيعه، منحه الهدايا سواء العينيه او الماديه، هل هذه من الاستراتيجيات المهمه والفعاله؟ يعني زياده معدل ذكاء الطفل وهل هي صحيحه يعني؟ أه لحد ما لازم يكون الطفل عنده تشجيع وتدعيم ومكافآت خاصة في التحصيل الدراسي يعني. في التحصيل الدراسي بس اي مكافأة مش لازم تكون مادية بقدر ما هي تكون معنوية يعني الأم تقول له هجيب لك شوكليت لما تذاكر فأنا عودته دلوقتي في مقايضة طب أنا مش هذاكر وبعدين ساعات الامهات بتوعد وما بتوفيش فبالتالي الطفل هيبدا يكذب كمان لان ماما كذبت عليا فبالتالي احنا عايزين نوعيه الدعم للطفل يكون دعم معنوي اللي هو عمليه التشجيع واثبات قدره الطفل وتعليمه مهارات جديده تعليمه الاعتماد على الذات تعليمه ازاي يفكر في حل مشاكله ازاي يبدا يعمل الواجب لوحده لان كثير من الامهات بشوفها بتقعد لغايه ثانويه عامه بتذاكر جنب الولد فبالتالي طلعته شخصيه اعتمدت طب لو الام مريضه في يوم الام وراها مشغوليات في البيت الولد مش هيذاكر فبالتالي في اسس في التربيه لازم نتعلمها ولازم نفهمها عشان نطلع انسان سوي وشخصيه قويه تقدر تنجح في الحياه. دكتوره يشعر بعض الاباء بالضجر نتيجه اهمال اولادهم آه مثلا في اداء واجباتهم المدرسيه، م. في ترتيب غرف نومهم، في ترتيب من نقول دولاب يعني الملابس م. هل الخلل هو عند الاباء <applause> شوفك ضحكت يعني <applause> ولا الخلل عند الاطفال في الاثنين صراحه في الاتنين. لان في بعض الاطفال فعلا بتت... بتتولد هي شخصيه يعني ما بتحبش الحركه كسوله مش نظيفه يعني ساعات الام تقعد تقول له خش التواليت خش التواليت ما بيروحش ويعمل على نفسه، آه شيل لعبك ما مش عايز يشيل ففيها جزء عند الطفل، وفي جزء عند الام بنقول ان الطفل لسه صغير وما يعرفش يعمل ادواته لوحده، وما يعرفش يجهز شنطه المدرسه، وما يعرفش يعمل سريره، فانا بعمله، فالمفروض بقى الامهات لما يبدا الطفل كده في الحركه وبتيجي في الوعي بتاعه، اول حاجه بنجيب بوكس نحط فيه اللعب ونعلم الطفل ونشجعه بعد ما يخلص اللعب نحط اللعب في البوكس بتاعنا، آه لما يصحى من نوم الصبح ازاى يخش على الحمام لوحده ويمرن نفسه ان هو يعمل آه النظافه الشخصيه السرير بتاعه او التخت بتاعه اللى بينام عليه لازم نعلمه ازاى يفرشه حتى لو كان الفرش مش مظبوط لكن انا بعلمه بعض المهارات الحياتيه يعنى الاكل اللى احنا بناكله الطبق ده نوديه المطبخ او نجيب من المطبخ ادوات المائده ونحطها، فبالتالي انا بعلمه مهارات حياتيه، لكن بعض الأمات للاسف ما بتعلمش المهارات الحياتيه، ولما بيجي الولد في سن البلوغ والمراهقه بقى وبيكبر وبقى شاب سواء ذكر او انثى، بيبقى مهمل جدا، مش عايز يخش الحمام، مش عايز يوضب ملابسه، الغرفه بتاعته كلها كراكيب ومش قادر يستغنى عنها، ولو الام رتبتها بيزعل جدا. فتبدا الأمات تشتكي وتقول ابني مش نظيف. ابني ما بيعتنيش بنفسه ابني ما بيروقش الشقه ابني ما بيساعدنيش فبالتالي برضو كان في خلل من الام انها ما عودتش السلوك الصحيح وكان في جزء عند الولد فعشان كده احنا ممكن نمرن اولادنا من هم صغيرين على الاعتماد على الذات دكتوره أنا شوقي انا مسرور جدا بتواجدك معنا خلال هذا الصباح معلومات جميله ورائعه اتمنى انه تكون كل اسره استفادت من هذه المعلومات شكرا جدا لقبولك الدعوه لحضور شكرك. خلال هذا الوقت الجميل والرائع اتشرفت بوجودي معكم شكرا دكتور انا لا تخلو تربية الأطفال من التحديات الحياة الأسرية الحديثة مرهقة للغاية لارتباطها بالكثير من المتغيرات يمكن للعلاقة القوية بين الوالدين والطفل أن تساعد في تربية أفضل للأطفال فالعلاقة الجيدة بين الوالدين والطفل هي المسؤولة عن النمو العاطفي والاجتماعي للطفل انها صله فريده تؤثر بشكل مباشر في تكوين شخصيه الطفل الاطفال الذين يتم تربيتهم من خلال ارتباط امن وصحي بوالديهم يصبح لديهم فرصه اكبر لحياه افضل مرحبا بكم مجددا سادة المشاهدين كما تعودنا الآن ينضم معي عبر الهاتف اتصال مباشر مع المهندس رشيد العريقي خبير الأرصاد الجوية باش مهندس رشيد صباح الخير وصباح الجمال وصباح الأمطار الجميلة ما هي مستجدات الحالة الجوية لبعض مناطق محافظات بلادنا الحبيبة أخبار البرودة انخفاض درجات الحرارة أيضا محطات الرصد الجوي لديكم كم درجة حرارة سجلتها خلال هذا الصباح تفضل يا باشمهندس كنت خيرات تحت القدري أنت وبشمك البرنامج ومنهم فيها الاقارب. ظل الطقس بارد أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على مناطق عديدة من محافظات بلادنا الجبلية خلال يومين الماضيين هطلت أمطار خفيفة على حومهيل وقشبو في سقطرى وكما هطلت صباح يومنا هذا الثلاثاء امطار متوسطه على مديريه سيحوت محافظه المهره فلله الحمد والمنه هذا وقد سجلت اقل درجات حراره فجر يومنا هذا في دمار 3.5 آه اي ثلاث درجات ونصف وعمران ست درجات وفي صنعاء 6.8 وفي سده محافظه اب 8.7 وفي مدينه اب 9.2 اذا الاجواء لا تزال بارده وفي نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية التنبيهية الصادرة قبل 45 دقيقة من الآن توقع فيها استمرار الأجواء الباردة وكذلك الجافة على محافظات البيضاء ودمار وعمران وصنعاء وصعدة والمناطق المرتفعة من أبيان ولاحد وأب والضالع كما توقع رياح معتدلة إلى نشطة السرعة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن لهذا ينبه المركز الوطني للأرصاد الجوية كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين اثناء الليل والصباح الباكر يأخذ الاحتياطات اللازمه للوقايه من البارده والمزارعين يأخذ الحذر من ايضا البارده لحمايه محاصيلهم الزراعيه كما نبه مرتادي البحر والصيادين في جنوب البحر الاحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر هذه اهم التنبيهات وكذلك التوقعات للمركز الوطني للارصاد القويه التي اصدرها عند الساعه 11 صباح يومنا هذا الثلاثاء دمتم بخير انت وكل طاقم البرنامج وجميع مشاهدينا الكرام ممنون جدا لك المهندس رشيد العريقي خبير الارصاد الجويه وتحياتي لجميع العاملين لديكم شكرا جزيلا لك يعتبر الاتيكيت فن التعامل مع الاخرين بسلوكيات راقيه مهذبه للوصول لتواصل اجتماعي لطيف بدون مضايقات او حتى مشاحنات. يجب ان يكون لدينا قدرات على اختيار الحروف والكلمات خاصه على وسائل التواصل الاجتماعي التي ينعزل فيها الشخص عن الكثيرين ولا يستطيع التواصل المباشر بهم. فقديما كانت وسائل التواصل التي يمكنك من او يمكنكم من خلالها معرفه ما يدور في العالم الخارجي هي الجرائد اليوميه والمجلات اما اليوم الوضع اختلف مع هذه الثوره التكنولوجيه وتعدد مواقع التواصل الاجتماعي الدكتوره شريهان الدسوقي خبيره الاتيكيت المعاصر أه ستكون معكم في فن الاتيكيت التعامل من خلال المواطنه الرقميه دكتوره شريهان صباح الخير صباح النور استاذ صبري يعني حضرتك. وصباح النور يعني. لكل الساده المشاهدين الفكره بصراحه هي شيقه اليوم يعني ما هو جديدك خلال هذا الصباح ان شاء الله هنتكلم النهارده عن اتيكيت المواطنه الرقميه واتيكيت التواصل الاجتماعي طبعي. ان شاء الله يسعد صباحكم جميعا اعزائي المشاهدين للبرنامج الصباحي الجميل صباح اليمن اليوم وكما عودناكم يوم الثلاثاء بفقره فن الاتيكيت لكل الاسره العربيه. النهارده لما فكرنا نقدم لكم فكره جديده قلنا نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي والمواطنه الرقميه. فلما حد يبص يقول مواطنه الرقمية في ناس احيانا بيفتكروا ان المصطلح ده جديد لكن بالعكس ليس هذا المصطلح ابدا بهو جديد هو ظهر سنه 1990 اول ما دخل الانترنت الوطن العربي كله وبدانا كلنا يبقى عندنا وسائل التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك او الانستجرام او الواتساب كلنا اصبحنا مواطنين رقميين بدون ان ندري طب هشير لحاجه كان استاذ صبري قالها في المقدمه ان فعلا كان زمان في انحاء الوطن العربي كانت الجرائد والصحف اليوميه هي كانت الاساس وكانت في بعض الفيه او كان بيسموها الجرائد الصفراء كان فيها مجموعه من الصحفيين احنا كنا بنسميهم البيبراتي بيبراتي جايه من كلمه بيبر يعني ورق يعني بالعاميه الورق كانجي. كان ايه دوره كان بيحاول يوميا يفضل مثلا ورا النجوم ولاعبين الكوره والسياسيين ويفضل يلتقط ليهم صور في اماكن خاصه ليهم ثم يضع هذه الصور بمنشط من طبعا كبير جدا زائف علشان نزود نسبه المشاهده طبعا مع ظهور بقى وسائل التواصل الاجتماعي بقى اصبح كل فنان او نجم او سياسي او كروي عنده الصفحه الشخصيه الخاصه بيه وهو بذات نفسه بيضع صوره يوميا عليها اذا تضاءلت هذه الفئه لان هم بقوا يعملوا برضو اكونت اخر وياخدوا من نفس اكونت مثلا هذا الشخص صورته ويضعوها برضو بنفس المنشط عشان يزودوا نسبه طبعا المشاهده ولكن طبعا احنا خلاص ما بدانا نتعامل مع السوشيال ميديا بدا الوعي يبقى اكتر لو هنتكلم عن المواطنه الرقميه طبعا لما بنيجي نعمل مثلا اي اكونت بيكون ازاي احيانا في ناس بتعمل اكونت زائف يعني لا تضع الاسم الحقيقي ولا الصوره الحقيقيه ولا اي معلومات حقيقيه طب انا كشخص ضفني هل انا لما ادخل صفحته ايه شخص مبهم بالنسبه لي هل هقبل الاضافه لا طبعا انا دايما بقول ان وسائل التواصل الاجتماعي زي بالضبط الهويه الشخصيه اي البطاقه الشخصيه بضع فيه اسمي الحقيقي بضع فيه صورتي بضع اسم ليس اسم مستعار يعني مثلا الاقي اسم الطائر الجريح ورده البستان هذه اسماء كلها مبهمه يعني غير حقيقيه فبالتالي بيديني ريبه لهذا الشخص ده اول حاجه طب عند بقى الاتيكيت هنا بتدخل فيه او التوصيات والقواعد الناس كلها بتتعامل ازاي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي انا لما بضيف اي شخص ممنوع وليس من الاتيكيت ان انا ببدا معاه محادثه فوريه او فيديو كول هو مش هيعرفني ان انا طبعا هيتقابل بالصد لان طبعا ده هيكون نوع غريب لازم يكون في صداقه بينا او يكون على الاقل شفنا بعض مره عشان بعد كده لما اتصل بيه ان هو يرد عليا بسهوله. النقطة التانية كمان عايزة أتكلم فيها طبعا أنا بأمن بالحرية والإتيكيت بيأمن بحرية الأشخاص لما بضع بوست أو كلمة مقصورة عجبتني دي بتوحي أو دي حاجة خاصة بي منفعش أبدا شخص يدخل ويهني أو يكتب كومنت أو تعليق سلبي أو يستفزني بأي شيء طبعا ده يعني, يعني إصدار على أو حكم خاطئ عليه طبعا كل واحد عنده الحرية الشخصية كمان من المهم جدا لما بكتب مثلا مثلا مسج على الواتساب او ايميل خاص بالشغل خصوصا او كمان على الفيسبوك لازم قبل ما اعمل كلمه ارسال لازم ان انا اتاكد من يعني اللغويه بتاعتي صحيحه ولا لا. احيانا الكيبورد ممكن تخوني وممكن يحصل مره واحده خطا فجاه في حرف واحد ممكن يغير معنى الكلمه كلها فبالتالي طبعا الناس هتستغرب عشان كده لازم اراجع اي بوست لغوي قبل ما ان انا ارسله لان طبعا يعني متصيدين لاخطاء كتير جدا كمان بنصح في الشغل بالذات يعني في كلمه مقوله مشهوره لستيف بالمر صاحب شركه مايكروسوفت العالميه قال لما اروح الشغل اول مره مع الاصدقاء احيانا الشغل العربيه بنكون يعني مشاعرنا جياشه قوي مع بعض فبتلاقينا في نفس اليوم اول يوم بنحاول ان احنا نضيف بعض على وسائل التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك او انستجرام. هنا بيحدث خطا كبير لان احيانا كل شخص بيكون عنده ميول سياسيه ميول دينيه ميول كرويه مختلفه عن زمايله في العمل او عن صاحب العمل ومديره فبالتالي هيبدا يكون عني فكره سلبيه يحصل مشكله كبيره جدا انا في غنى عنها انا ما بضيفش اصدقائي في العمل غير بعد ما يحصل فتره بينا يحصل فيه الفه وود ومحبه ببدا اضيف الناس دي عندي عشان ما يحصلش طبعا اي مشكله او وشايه بيا كمان من المهم جدا جدا الاطفال طبعا الاطفال دلوقتي خصوصا في سن المراهقه انا مستحيل ان انا هقدر امنعهم عن وسائل التواصل الاجتماعي عشان يكونوا زي اقرانهم ولكن انا كاب وام ممكن احد من هذا النوع اتابع اوليدي اشوف اي إبليكيشنز بيتعامل معي ايا كان حتى لما باجي مثلا اضيف ابني بشوف الفيسبوك بتاعه حاطط دايما الاطفال احنا غيرنا الكبار احنا بنحط معلوماتنا الحقيقيه لكن الاطفال ممنوع يحط اسم مدرسته ايه ممنوع يحط يعني عنوانه ايه لازم اخد بالي جدا من النقطه دي عشان احمي ابني طبعا خصوصا المشاكل اللي بتحصل واللي احنا بنسمع عنها لازم طبعا انا حتى لما باجي ابني يعمل مثلا اي اكونت لازم الايميل الاساسي اللي, اللي يعني موبايلات اولادي يكون معايا انا كام واب بحس لو حتى نزلوا لعبه جديده طبعا هنسمع عن الالعاب الخطيره اللي سببت مع الاسف في دمار وموت كتير جدا من اطفالنا المراهقين انا بدخل الابلكيشن او اللعبه الاول كاب وام قبل ما بعمل اوكي علشان اللعبه تنزل لابني انا بكون اطلعت عليها وبعرف بالظبط هي بتتكلم عن ايه ده مهم جدا كمان من النقطه طبعا المهمه ومش من الاتيكيت ابدا ان انا استخدم اطفالي مثلا في مثلا منصات التيك توك او غيره علشان الربح المادي بدون مثلا يكون محتوى هادف او راقي ايا كان هيجعل الطفل طالع مستهتر مدمن شهرة بدون اي هدف يعني ممكن يعمل اي حاجة عشان يفضل مشهور او يبقى المقابل المادي كبير وطبعا ده خطأ تماما كمان من المهم جدا لازم يعني اتابع اولادي لما بلاقيهم مثلا بيعمل محادثه مع اصدقائه لازم اخلي بالي اقول له يا ابني ما الفاظ سيئه او مثلا منبوزة مع اصدقائك خلي بالك من الالفاظ خلي بالك من البوست اللي انت بتحطه لازم تكون انسان زي ما نقول نضيف في الشكل لازم كمان نضيف مع اصدقائه في الكلام في التعبير ده مهم جدا لو هنتكلم كمان بقى عن اتيكيت المواطنه الرقميه في بقى المواطن اللي هي مثلا استخدام البنوك او العمل او الراتب اللي بينزلي مهم جدا ان انا عندي طبعا الباسورد بتاعي انا طبعا بحطه على الجهاز بتاعي او على الموبايل بحتفظ بيه ولكن لازم اخد بالي جدا من الاتصالات اللي بتجيلي ممكن يكون فيه طبعا اسماء مستعاره او اشخاص وهمين بيكلموني عشان ياخدوا الباسورد طبعا لازم ناخد بالنا ونحصر جدا من هذه اللي ممكن يكون نصب كمان لازم اخد بالي جدا ان انا اكون مسيفه الارقام كلها والباسورد في اي ورقه تانية خارجيه ما اعتمدش على الموبايل بس لانه وارد ان هو يتسرق مني فبالتالي بسهوله جدا ممكن يتسرق حسابي البنكي والمصرفي وده خطر جدا لازم اخد بالي كمان لما نتكلم عن المواطنه الرقميه في شيء مهم جدا وهو البيع والشراء اونلاين طبعا احنا بالذات فئه السيدات بتحب جدا يومين فئه يعني الشراء اونلاين طبعا لازم اخد بالي اولا من البيج اللي هشتري منها انا كعميله لازم اخد بالي من جوده المنتجات قبل ما ما اخد اي اوردر او اطلب اي اوردر بشوف الاول الفيدباك عن الصفحه اكيد العملاء بيبداوا يكتبوا كومنتس او تعليقاتهم على المنتجات لما بلاقيها فعلا كلها ايجابيه ببدا ان انا اطلب النقطه الثانيه لما بيجوا يطلبوا مني مثلا رقم الحساب المصرفي بتاعي مش هينفع ان انا اديهم الا ما اتاكد ان فعلا المنتج صحيح واللي انا مختاره ويوصل لي لحد البيت ان احيانا في اشخاص كتير بيتعرضوا للنصب عن طريق برضو البيع والشراء اونلاين ده مهم جدا كمان انا كشخص بقى مثلا رجل اعمال او بزنس وومن وعملت بزنس على وسائل التواصل الاجتماعي وعملت بيتش وعندي شريك مثلا خارج حدود البلد لازم ولابد يكون بيني وبينه عقد يثبت احقيتي ومثلا النسبه اللي احنا متفقين عليها وكمان العموله بتاعتي لان احيانا ايضا بيحصل نصب كتير جدا بهذا الموضوع فلازم اخد بالي واكون حريصه جدا جدا في اي حركه بيع او شراء فيها بيزنس عن طريق التواصل الاجتماعي كمان بقى من المهم جدا لو بيحصل مشكله مع صديق ليا مينفعش ان انا اعاتبه مثلا على الواتساب او على الفيسبوك بمجرد رسائل لان احيانا الكلام بتاعي ممكن هو ما بالي من باله من نبره صوتي ما باله من رياكشن وشي فممكن الكلام يفهمه غلط وبالتالي يحصل مشكله كبيره جدا كذلك كمان السيدات مثلا اللي بتتخانق مع ازواجها في البيت وتبدا تعمل وصلات من زي ما احنا بنقول التلقيح الالكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي ده خطا تماما انت بتسببي مشكله كبيره جدا لنفسك ولبيتك وبتكوني ماده دسمه للنميمه لاصدقائك ان انت هتتقابلي طبعا من نوع من السخريه لأ أخلي اسرار بيتي بعيدة تماما عن وسائل التواصل الأجتماعي طبعا ده مهم جدا كمان اللي انا عايزة اقوله في الآخر إن انا كمواطن أو مواطن رقمي انا بعبر وامثل دولتي اللي انا منها وامثلها طبعا يعني بالشكل بالكلام فاخد بالي من اي بوست بضعه لان ممكن احيانا ممكن اضع اي بوست يعمل بلبله ويعمل مشكله كبيره جدا ليا ولاسرتي وكمان لبلدي فدايما انا بقول الانسان رسول بيته ومجتمعه ووطنه علشان كده لازم وسائل التواصل الاجتماعي اخد بالي منها جدا وانا بعبر عن رايي لان انا دايما طبعا سفير لبلدي اولا واخيرا ميرسي جدا ليكم كنت معاكم انا خبيره الاتيكيت المعاصر دكتور الدسوقي وان شاء الله يوم الثلاثاء القادم موضوع جديد باذن الله وشكرا لكم وإلى ملفاتنا الفنية والطبية والمنوعات البداية طبعا من الملف الفني موسم الرياضة مستمرة في تحقيق أرقامه القياسية لعدد الزائرين ودراما السيرة الذاتية الضاحك الباكي يثير الجدل انطلق أيام ايرتاج السينما ب170 فيلماً عربيا وافريقيا كل هذا نتابعه مع زميله ميثاق توفيق نبدأ جولتنا الفنية من السعودية وتحديدا موسم الرياض فبعد أيام على انطلاق نسخته الثالثة تم الكشف عن قائمة من الفعاليات المهمة كما تم الإعلان كذلك عن عدد زوار الموسم الجديد الذي حقق رقما قياسيا كشف عن مدى النجاح الكبير له بعد أكثر من أسبوع مما يشير إن الأيام القادمة قد تشهد أيضا أرقاما أكبر خصوصا مع الإعلان عن فعاليات ومفاجآت جديدة في الفترة المقبلة وكان موسم الرياض 2022 قد قام بتوفير خلال الفعاليات الجديدة 15 منطقة ترفيهية لاستقبال الزوار حيث تم اضافه الى سبع معارض عالميه و8500 فعاليه مختلفه كما أن الموسم يقام به أكثر من 150 عرضا غنائي في أرقام تعد ضخمة وتعبر عن محاولات استيعاب أعداد الزوار التي ترتفع مع كل نسخة جديدة من موسم الرياض الذي أيضا حقق أرقاما قياسية على مستوى الحضور في النسخ السابقة النفخة والغازات الأسباب والعلاج وتأثير الأرق على القلب أطعمة غنية بالبروتينات تحافظ على صحة الأسنان واللثة كل ذلك نتابعه في ملفنا الطبي <applause> نبدأ ملفنا الطبي والصحي من إحدى الأمراض المنتشرة بكثرة هذه الأيام وهي النفخة التي يعاني منها كثيرون نتيجة العادات الغذائية وبحسب تقارير مختصي أمراض الباطنية فإن هناك عدة أسباب تؤدي للانتفاخ منها تغيير الظروف المعيشية وزيادة التوتر واستهلاك الطعام وقلة الحركة بالإضافة إلى الغازات التي تنتجها البكتيريا النافعة في الأمعاء الموجودة والاطعمه التي تحتوي على نسبه عاليه من الدهون والالياف مثل البقوليات والخضار، النية والفواكه الصلبه والجوع وقله الحركه، كذلك الضغط العصبي والعادات غير الصحيه في الاكل، ومن الاسباب ايضا الاستهلاك غير الكافي للماء والوزن الزائد والدهون ومشاكل الجهاز الهضمي كعسر الهضم متلازمه القولون العصبي والتهاب المعده والامساك وسرطان الامعاء، ويعاني مرضى القولون العصبي من انتفاخ في البطن مصحوبا بالام وتقلصات وتغيرات في حركه الامعاء. ويكمن الحل في تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والتي تؤثر سلباً على حركة الأمعاء اكتشف أخصائيو أمراض القلب طريقة تأثير سوء النوم في العديد من أعضاء وأنظمة الجسم، وخاصة في القلب والأوعية الدموية، وتشير الدراسات الأخيرة إلى ضرورة تقدير النوم حق قدره، لأن أهميته لصحة القلب لا تقل عن النشاط البدني المنتظم والتغذية الصحية، ولأن الأرق ليس حالة الشخص فقط، بل هي خطوة نحو الإصابة بعدد من الأمراض. ويقول مختصو القلب ان من الممكن ان تسبب مشكلات النوم ارتفاع مستوى ضغط الدم وامراض القلب التاجيه وعدم انتظام ضربات القلب، ومن ابرز مظاهر الارق هي الجلطه الدماغيه وقصور القلب، ومن اسباب سوء النوم هي فراش غير مريح او ظروف النوم، والتغيير المتكرر لمكان النوم والاجهاد والاكتئاب، وسوء التغذيه، ومن اجل النوم الجيد، ينصح الاطباء بتوحيد الوقت للذهاب إلى النوم حتى في أيام العطل وتجنب مظاهر الألم التي لا تسمح بنوم جيد. ***هناك خيارات غذائية يمكن أن تساعد على صحة الفم، بما في ذلك تناول البروتين إلى جانب التقليل من المشروبات والأطعمة السكرية ويشير الخبراء الى ان البروتين الذي ياتي من الحيوانات مثل الحليب والجبن واللحوم الخاليه من الدهون مثل الدجاج مصادر جيده للبروتين وخلصت مراجعه جديده الى ان سوء التغذيه بالبروتين والطاقه يمكن ان يكون مرتبطا باعراض سيئه للفم بما في ذلك التجاويف وترقق المينيا وتقلص الغدد اللعابيه التي يؤثر عدم عملها بشكل جيد على اصابه الفم بكثير من العدوى وذكر الخبراء إلى أن الحليب هو أفضل مصادر للبروتين وذلك للحفاظ على صحة الفم. كون أن هناك علاقة عكسية بين استهلاك الحليب ومنتجات الألبان وانتشار التهاب اللثة في السكان البالغين. وإلى منوعات هذا الصباح مختبرات دبي للمستقبل تعرض روبورتات لوجستية جديدة في اليابان. الاتحاد الأوروبي يحضر مبيعات سيارات البنزين اعتبارا من عام 2035. وبعد سبعة وسبعين عاما لوحة للفنان موندريان معلقة بالمقلوب وسجين يحصل على براءته بعد ثمانية وثلاثين عاما وفي عالم المنوعات نبدأها بالإمارات حيث استعرضت مختبرات دبي للمستقبل أحدث ابتكاراتها التكنولوجية في مجال الريبوتات والتي تم تطويرها من قبل فريقها التقني الذي يضم نخبة من الباحثين والمهندسين وذلك خلال مشاركة مؤسسة دبي للمستقبل في الدورة الخامسة والثلاثين من المؤتمر العالمي للريبوتات والأنظمة الذكية 2022 والذي استضافته مدينة كيتو اليابانية خلال الفترة من الثالث والعشرين إلى السابع والعشرين من أكتوبر بمشاركة أكثر من أربعة آلاف خبير عالميا في مجال البرمجة وتكنولوجيا المستقبل من مختلف أنحاء العالم ويعد المؤتمر العالمي للروبوتات والانظمه من اكبر الفعاليات العالميه السنويه في مجال الروبوتات ويوفر المؤتمر الذي انطلقت دورته الاولى عام 1988 تجمعا لمجتمع ابحاث الروبوتات الدولي لاستكشاف افاق العلوم والتكنولوجيا في مجال الروبوتات والالات الذكيه أما في أوروبا فيتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تأتي بخطة تمكنها من القدرة على إنتاج سيارات كهربائية فقط. يأتي ذلك بعد إن تم دعم قرار حظر سيارات الاحتراق الداخلي من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي اعتبارا من عام 2035 هذا الانخفاض قد يؤدي الى اغلاق المصانع والمخاطره بالعديد من الوظائف في هذه العمليه بالاضافه الى ذلك ستؤدي الطاقه الانتاجيه المنخفضه الى زياده اسعار السيارات الكهربائيه واكتشف مسؤولون في متحف بمدينه دوسلدورف الالمانيه ان لوحه معروضه في الموقع للرسام التجريدي الهولندي بيت موندريان معلقه بطريقه خاطئه منذ 77 عام وانطلق معرض استعادي كبير للرسام الهولندي في احدى المتاحف يشمل من بين ابرز فعالياته عرض لوحه نيويورك سيتي 1 المنجزه عام 1941 وكشف المتحف ان هذه اللوحه معلقه منذ عقود في الموقع راسا على عقب من خلال تصريح مفوضيه المعرض سوزان ماير بوسر التي قالت انها شهدت اللوحه معلقه في الاتجاه المعاكس ما اثار بداخلها الريبه لصوره العائده للعام 1944 اللوحه المكونه من تقاطع خطوط حمراء وصفراء بزاوية قائمة عرضت بعد ذلك في متحف الفن المعاصر في نيويورك في العام التالي بطريقة خاطئة وعند إرسالها إلى متحف دوسلدورف الألماني عام 1980 أعيد ترتيبها بالطريقة نفسها لذلك تم تحديد اتجاه عرضها بالستاند إلى اسم الفنان الذي نقش على الجزء الخلفي من الإطار من قبل المسؤول عن التركة إبان وفاة مندريان عام 1944 واخيرا في الولايات المتحده الامريكيه تم اطلاق سراح رجل قضى اكثر من 38 عاما في السجن لارتكاب جريمه قتل لم يقدم عليها بعد ان اشارت ادله الحمض النووي الى مشتبه به اخر ادين موريس هاستنغرس البالغ من العمر الان 69 عام بمقتل امرأه عام 1983 التي قتلت برصاصه واحده في الراس وتم العثور على جثتها في صندوق سيارتها وأدين بجريمه القتل والسرقه والاعتداء الجنسي وحكمت عليه هيئه محلفين في عام 1988 بالسجن المؤبد دون امكانيه الافراج المشروط وأدين ايضا بمحاولتي قتل لسيده وصديقها على الرغم من عدم وجود دليل مادي يربط الرجل بالجريمه الاصليه في لوس انجلوس وقال المدعي العام جورج جاكسون في بيان ان ما حدث لموريس ظلم رهيب طموح الصفه تدفع الانسان الى الابداع والعمل والانجاز والتميز لكي يصل الى هدفه المنشود الذي سيرقى به ويصل به للاعلى دائما والافضل يظل الطموح هو حق مشروع من اهم الاشياء التي يجب على الانسان ان يضعها في جدول حياته اليوميه لكي يحقق ما يهدف اليه تسمو دائما في وجه الحياه